والله الحمد لله مستمتعين مع الأجواء الحلوة هذه. فعالية جميلة وشفنا أشياء ما كنا نعرفها أول. كان عندي فكرة عن فورميولا 1 بس الفورميولا 8 شيء جديد بصراحة. جايين على مفاجأة ما توقعنا تكون الوضع كذا. والله في حاجتين يعتبر إن أول مرة إنسان جربها اللي هي أجهزة المحاكاة هذه. إنسان طاير فوق جبال يعني نزلت كان ممتع جدا. لما عرفت عن الإيفنت صراحة حبيت الفكرة وإنه جيت أستطلع يعني إيش الموجود وممكن إنه أروح أحضرها بالدرعية. نبغى نروح سباق الدرعية.